اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. إن التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على حياة كل منا قد لا يكون بالأمر السهل عند الكثير من الناس، خاصة التغيرات التي تخص الحياة المهنية والزوجية والاجتماعية، فقد يشعر البعض بالاكتئاب أو عدم الارتياح من التغير المفاجئ، وقد يستطيع البعض الآخر تجاوز ذلك بسهولة. لذا إذا كنت ترغب في معرفة مدى قدرتك على التأقلم مع متغيرات الحياة المستجدة، تابع معي هذا الاختبار البسيط واختر واحدة من المناظر البحرية المرقمة من 1 إلى 4، ثم تابع معي لمعرفة تحليل الصورة التي اخترتها. إذن ما هي اللقطة التي اخترتها؟ هل هي اللقطة رقم 1؟ أم الصورة رقم 2؟ أم الصورة رقم 3؟ أم الصورة رقم 4؟ ثبت اختيارك وتابع معي. الصورة رقم 1. إذا كان هذا المشهد هو ما جذب انتباهك وقمت باختياره، فهذا يعني أنك شخص يستطيع التأقلم بشكل سريع مع التغيرات المفاجئة وعلى جميع الأصعدة. هذا لا يعني أنك لا تشعر ببعض التوتر في بداية الأمر، لكنك تستطيع تجاوزه حتى تمضي الأمور إلى الأفضل. لذا أنت من الشخصيات التي تستطيع التعامل مع العراقيل والمشاكل التي تحدث فجأة بطريقة مرنة، وذلك بسبب تميزك بامتلاك طاقة كبيرة تجعلك مبتسما دائما وسعيدا حتى في أشد الأوقات صعوبة، وهذا ما يجعل نظرتك للحياة بشكل عام نظرة تفاؤل ورضا. المشهد رقم 2. إذا وقع اختيارك على هذه اللقطة، فهذا يدل على أنك شخص قادر على ضبط انفعالاته في الظروف المفاجئة والصعبة التي يتبعها تغيير كبير، سواء في الحياة العائلية أو الاجتماعية أو حتى المهنية بشكل عام. يمكنك أن تظهر الإيجابية دوماً تجاه التغييرات التي تواجهها، ولا تقوم بتعقيد الأمور، بل على العكس تتعامل معها بطريقة مرنة وممتازة، مما يبعد عنك المشاعر السلبية والتوتر في أغلب الأحيان. المشهد رقم 3. يخبرك هذا المشهد أن اختيارك يدل على رحابة صدرك ومواجهتك لأكبر التحديات دون انزعاج، لكن قد يشير أيضا إلى أنك تحمل بعض الأنانية في شخصيتك، مما يجعلك لا تخوض أي تجربة في حل مشاكل الآخرين أو مساعدتهم على الخروج من أي مأزق، فتبدو غير مهتم لأوجاعهم ومشاكلهم، ولا تستطيع إظهار العاطفة تجاه ظروفهم الإنسانية الصعبة. المشهد رقم 4. إذا جذبك هذا المنظر الخلاب، فهو يشير إلى طاقتك الكامنة والكبيرة في سبيل تقديم أي اقتراح أو مبادرة، إلا أن ذلك قد يحمل شخصيتك الكثير من التوتر حتى في أبسط الظروف، وذلك لأنك شخص لا يمكنه التحكم بانفعالاته، مما ينعكس بشكل غير جيد على علاقاتك الاجتماعية، وقد يدخلك في حالة من عدم الانسجام، الأمر الذي يشعرك بأن إكمال أي مهمة يعتبر أمرا صعبا بالنسبة لك، أو قد تشعر بأنك لا تستطيع التفاعل مع من حولك في مشاكلهم وأحزانهم. اكتب لي في التعليقات أي مشهد من هذه المشاهد الأربعة اخترت أنت، وما رأيك بما يقوله هذا الفيديو عن معنى اختيارك؟